وشي كانت متعلقة بالانتهاكات حقوق الإنسان في الجهاز لفترة قبل فترة وضع إجمالي في 1955 الموت ديسمبر 2015 انطلاق العمل بمكتب إن شاء الله تشكون في غضون 10 أيام 15 يوم على خاطر باش نستنوا تركيز شبكة الإعلامية في المكتب اللي هي وسيلة عمل ضرورية ومهمة للإنسانين إن شاء الله باش نساهموا في الإجراء هذاك أمام الإجال وبصفة عامة باش نخبروكم بوقت افتتاح المكتب على بداية العمل عبر وسائل الإعلام ونعلمكم بدا باش نعملوا صفحة على الفيسبوك باسم المكتب تكون فيها المعطيات الخاصة به النشاطات وكل شيء جديد عنده وباش تجاوب بدا على استفساراتكم وتساؤلاتكم إذا كنتش تنجحوا لها نحب نأكد عليه أنه المكتب باش يكون مفتوح للجميع باش يكون على نفس الميزان من جميع الأطراف الفاعلة في قفصة الأحزاب المؤسسات الجمعيات والمواطنين نعاونوا على تعاونكم وتفهمكم وإنجاح مهمة المكتب دفع له جهة واللي هو في الأساس يرمي في تحقيق العدالة الانتقالية ورد حقوق الأصحاب اللي تكفل حقوق في الختام راح نجدد ترحيب بالحضور من السلطات المحلية البلدية الولاية الاتحاد العام لرصيد الشغل هيئة المستقلة للانتخابات مختلف الجمعيات الخاصة.